تقليدكم يا شباب. يا عدو يا شباب، عدو يا شباب، يا شباب. هاي المرة التالية بطلع بحكي بموضوع علاقة الأهل الضيعة مع الفوعة وعلاقة المنطقة مع الفوعة. أهل الفوعة الشيعة في الكرة الأرضية محاربين لنا، فهموا هذا الكلام. اللي بده يتفق بده يتعاون معهم أو يناصرهم، ولو كان في إشي في إشي قشة قمح. حكموا حكمون حكموا حكمون. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، إذا ثبت عمالة رجل من هذه القرية أو من أي منطقة تلك الثانية، أقسم بالله لا أفرع باب الجميع. الله الله.